بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معركة العصف الماكول في كل يوم يظهر فيها الجديد، وفي كل يوم تتضح الصورة أكثر فأكثر. أي تواطؤ للعالم ضد الدم الفلسطيني البريء، عند الإفطار وعند السحور، عندما تجتمع العائلات لتناول الطعام في شهر رمضان في العشر الأواخر، تصب الطائرات الصهيونية من الجو، والزوارق البحرية من البحر، والمدفعية من البر، تمطر الأحياء المكتظة بالسكان انتقاما بأطفال فلسطين، شهداء بالمئات، أشلاء يفعلون ذلك لأنهم لا يستطيعون مواجهة الرجال. الرجال يواجهون الرجال. إن الرجال في فلسطين يحدثون المعجزات. الصهاينة لا يستطيعون رغم صولتهم وسلاحهم وتقدمهم من حيث العدة والعدد، لا يستطيعون مجابهة الجنود الأشاوس لحماس ولكتائب المقاومة. إنهم يصرخون يولولون، لقد رأيناهم كيف يهربون ويفرون، ولقد سمعتم على أن بعض الجنود في مؤخرتهم يقذفونهم بالنيران عند أقدامهم حتى لا يفروا، ولقد رأينا القناة العاشرة تتحدث مباشرة عنهم كيف يصرخون، ورأينا أن والدة ووالد جندي واحد عاش في الكتيبة كلها التي سحقتها حماس يصرخ ويولول عبر الهاتف ويقول إننا نعيش جهنم. إن قضية معركة العصف الماكول معركة ردت الحياة للأمة وعرفتها بطريقها، فليس هنالك ثمة طريق للتحرير واسترجاع فلسطين والقدس والأقصى إلا بالجهاد، ولن يجاهد إلا الرجال. ولذلك ترى أن العالم يتحرك من أجل عياذا بالله أن يسرق هذا النصر المحقق على الأرض من قبل المجاهدين، أن يسرقه عبر السياسة حينما عجز أن يحققه عياذا بالله بالمسألة العسكرية. الآن يريدون إطالة هذه المعركة، وبعض حكام العرب يشجعون إسرائيل على أن لا تتوقف، يقولون تجربتنا مع الشعوب العربية تجربة قديمة، لقد حرقناهم في الميادين، لقد قتلنا 3000 في يوم واحد، انترك 20 يوم ولا زلت لم تصل إلى 1000 قتيل، خذ الدرس منا، اقتل ثم اقتل، حاول أن تفرغ غزة من الناس، لأن إسرائيل في أدبياتها وثقافتها أن الفلسطيني الطيب هو الفلسطيني الميت أو المقتول، أما الفلسطيني الحي فهو عدو. لا، عبديا يوسف يقول هذا العالم ديالهم أن العرب والمسلمين في إيران وحياد يجب أن تطهر الأرض منهم، هكذا إذن هم يقولون. لكن خيب الله مسعى هؤلاء الحكام، وخيب الله مسعى الغرب المنافق. بن كيمون يأتي إلى إسرائيل لكي يتحدث عن ضحايا الصهاينة، يصور إسرائيل على أن الضحية ما كلف نفسه عناء أن يذهب إلى غزة لكي يرى أشلاء الأطفال. إنهم لا يبصرون، هؤلاء المجرمون لا يبصرون. كيري يتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والغرب المنافق وبعض حكام العرب الذين يتمنون أن يزيلوا المقاومة التي تحرجهم وتبين أنهم لسنوات كانوا يكذبون على شعوبهم أنهم يريدون تطهير القدس. إنهم يعتبرون المقاومة عدوا لهم، يعتبرون حماس عدوا لهم، يعتبرون الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في شموليته، إسلام العزة، إسلام عدم الخضوع والاستسلام، إسلام الركوع لله لا لغيره، إسلام الجهاد، إسلام رفع لواء العزة. هذا الإسلام لا يحبونه،
يريدون الخنوع. الآن إن شاء الله تبارك وتعالى المقاومة الآن تسطر بدماء أبنائها في غزة شعبا ومقاومة في التحام عجيب ما شهد التاريخ مثله. والله كأني أرتجف حينما أسمع الإنسان العادي الذي يقصف بيته ويقتل أهله وهو يقول قدمتهم شهداء وسأقدم الآخرين، المهم ألا تنكسر المقاومة، ألا تبيع أبدا المقاومة. جاءوا يعرضون على الحركة الإسلامية وعلى المقاومين مسألة الهدنة، وأما شروط حماس فستقوم بعد ذلك الدول لمناقشتها. فرفضت حماس وقالت ينبغي أن تكون المحاورة وأن يكون إن شاء الله تبارك وتعالى مناقشة ما يمكن أن نتفق عليه لإيقاف الهدنة. لن نستسلم هذه المرة، لأننا جربناكم توقفون الهدنة وبعد ذلك عاد نقش واسمو غادي نديرو. الله أكبر، شروطنا ها هي لوقف الهدنة، لا نوقف. إن غزة حققت النتائج الآتية: المقاومة الآن أولا أظهرت أنها تختزل الطريق إلى النصر، والجهاد يختزل الطريق إلى النصر، والنصر له ثمن وثمنه التضحيات الجسام. وليس في التاريخ أمة حصلت على حريتها إلا بتقديم ملايين الشهداء، فالأمة في غزة والمسلمون مستعدون لتقديم ما يتوجبه النصر من فاتورة، فأهلا ومرحبا. إنهم شهداء، إن دماءهم الزكية هي الثمن إن شاء الله لتحقيق هذا النصر، فلا تراجع. المتباكون على أشلاء الأطفال، ماذا قدمتم لهم عبر السنوات؟ كما قال مشعل بالأمس: إن القتل بالحصار كالقتل بالنار، وإن القتل السريع أهون عند الله من القتل البطيء. ماذا كنتم تفعلون 8 سنوات وأنتم تحاصرون؟ ألم تكونوا تقتلون؟ ما الآن تتباكون على أشلاء الأطفال؟ القتل بالنار كالقتل بالحصار، إنكم أنتم المشاركون في الجريمة. لن نتراجع عن الجهاد، إذا فهو يختصر الطريق. ثانيا، أن العمل والتضحية والجهاد هو الذي يحقق النصر للشعارات ومفاوضات السلام والاستسلام. أوسلو ومدريد ماتت، لقد قضت العصر المأكول على كل هذه الاتفاقيات. غزة أريحة، واي ريفر، مدريد، هذه اللقاءات الطويلة الماراثونية التي يفاوض من خلالها إسرائيل من منطلق قوة مع ضعاف على قاعدة نعطي صفر. اليهود كيقول لك احنا نفاوضوا باش نعطيه صفر، نأخذ كل شيء من الضعيف. العالم لا يعترف إلا بالأقوياء، وقد قالها رسول الله: ما من قوم تركوا الجهاد إلا ذلوا، ولن يرفع الله عنهم الذل إلا إذا أحيوا الجهاد. إذن فقضية المفاوضات وقضية أنه يريد الهدنة، الرئيس الفلسطيني الذي ينحاز يدافع عن مكانته عن رئاسته، الشعب رفضكم، والشعب أجمع كلمة على هؤلاء أنكم إنما تخندقتم وتتخندقون لحد الآن في خندق أعداء الإسلام. هذه الثانية. أما الثالثة، فإن الشعب عرف الآن من يمثله حقيقة. لقد زيفتم كثيرا عبر الإعلام وكنتم تمثلون في الخارج وفي الإعلام على الشعب أنكم تمثلون، أنتم لا تمثلون، أنتم أعداء، أنتم تنسقون أمنيا، أنتم تقفون مع إسرائيل في السر والعلن، أنتم تتعاون مع إسرائيل في التقاط المقاومين والبحث عنهم والاستخبارات. قتل الكثير من قادة حماس في غزة ألم يكونوا يقتلون من قبل مخابراتكم؟
لماذا عجزت إسرائيل عن تقتلهم الآن؟ لأنها طهرت غزة من مثلكم وأمثالكم يا عبدة اليهود، يا عبدة الصهاينة. نعم نعم، قد عرفكم الشعب، والآن عرف من يمثله حقيقة، الذين يقفون إلى جنبه. لا 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 لا، ليس يقفون إلى جنبه فقط، يقدمون أبناءهم. خليل الحية كم قدم، سعيد صيام كم قدم، هنية كم قدم، الزهار كم قدم، القادة هم الذين يتقدمون في مواكب التضحيات الجسام، لأن يعرفون من يمثلهم حقيقة. استحيوا، ألا تستحيون من أنفسكم؟ ألا زلتم تخرجون بوجوهكم الكلحة السوداء لكي تتحدثوا وتنطقوا باسم الشعب الفلسطيني؟ قبحكم الله من وجوه، قبحكم الله من وجوه. كان عليكم أن تلجأوا إلى جحوركم، كان عليكم أن تنسحبوا وتلتحقوا بأسيادكم وأربابكم الصهاينة. هذه الثالثة. الرابعة، لقد اجتمعت الآن كلمة الفلسطينيين في العصف الماكول لأول مرة. اجتمعت كلمة أهل بيت المقدس، فلسطيني 48 والضفة الغربية وفي غزة. وإن كنا نقول لأهل الضفة الغربية عليكم الآن أن تنتصروا لغزة كما انتصرت لكم، خذوا اطلقوها انتفاضة، انتفاضة لا تبقي ولا تذر. لماذا تتحمل غزة فاتورة التضحية لوحدها؟ لماذا لا تنطلق الآن الضفة، شباب الضفة؟ نعم، لقد عاشت تحت وطأة ما يسمى التنسيق الأمني، لقد جاءوا إلى هناك فأخذوا المقاومين والقادة وسجنوهم. ولذلك فإن مسألة الانتفاضة في الضفة الغربية هي مسألة وقت إن شاء الله، ولكن نحن نريد إن شاء الله أن يتبلور هذا الإجماع الذي حققته العصف المأكول في حركة على الأرض في 48 في القدس وفي الضفة الغربية، لكي تندمج هذه الجهود وتنخرط هذه الحشود في اتجاه تحقيق هدف واحد، هو هدف التحرير بإذن الله تبارك وتعالى. ثم من هذه المنجزات أنها أعادت للشعوب العربية الحركية، كأن ثمة إحباط ألم بأنفس الشعوب العربية عبر ما يسمى وفي زمن ما يسمى بالثورة المضادة. لكن إن هذه الانتفاضة وهذه المعركة تصب في صالح إعادة الأمل للشعوب، فالآن الذي يتصدر مشهد تحرير الأمة من الشرق إلى الغرب هو هؤلاء المجاهدون. رفع الله قدرهم كما يرفعون قدر الأمة، أعزهم الله كما يعملون على إعزاز الأمة. من جملة هذه النتائج الطيبة أن هذه المعركة جللت وجوه حكام العرب بالعار والشنار، فهم ساكتون لا ينبزون ببنت شفاة. ما الذي أصابهم؟ مجرد اجتماع، ما كانش مجرد بيان تنديدي، ما كانش. ما هذا؟ لطيفة 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 لطيفة. أما المنجزات على مستوى دولة الكيان فالأمر عجب. فرار الجيش، خوفه من التقدم للمواجهة، هذه جزء ثلاثة. اثنين، ثالثا اللي يقع أكثر وزمية أنها أوقفت الملاحة الجوية وعزلت إسرائيل دوليا. قصف ما يسمى بمطار بن غوريون أوقف الحياة والحركة الملاحية الجوية، وجعل إسرائيل تتذوق وتشرب من نفس الكأس الذي تشربه غزة. إنها تحاصر كما قال خالد مشعل في كلمته بالأمس، ها؟ تحاصر. والرابعة أنها تفرض على الشعب الإسرائيلي أن يعود من حيث جاء. إنه لا يتحمل الصواريخ، ولا يتحمل الحياة المشلولة، ولا يتحمل العيش تحت الأرض. إن إسرائيل كلها الآن في مرمى الصواريخ. 1,400,000 اللي قطعون تاع التذكيرات ليعودوا إلى الأراضي التي منها جاءوا
نعم هم يؤمنون أنها ليست أرضهم، إن الذي أقنعهم بأن الأرض أرضهم هم تجار السلاح، هم الصهاينة، كانوا يعيدونهم بالأمان. أي أمان هذا؟ أي أمان هذا؟ والصواريخ تصلكم في كل مكان. لقد اضطرت المعركة هؤلاء الصهاينة أن يخرجوا من أرضنا، والمنجزات كثيرة ونحن نتتبعها عن كثب. أولا بأول، كلما ظهر الجديد على أمل أن تشكل الليالي الباقية من رمضان 1435 إن شاء الله تعالى أن تشكل نصرا مؤزرا للمقاومة، سيذكره التاريخ ويسجله بمداد من ذهب، سيكتب بماء العينين بدماء القلوب. فجزاهم الله خيرا وحياكم الله ونصركم الله وأيدكم الله ورفع الله قدركم، وصلى الله على حبيبنا محمد.